إذا بتديري بالك عليه خلال فترة قصيرة بيطيب. حاضر دكتور، اللي بدك اياه بنساوي. بعدين لا تضايقي حالك، هي نفد وخلصنا منها، اتفقنا؟ اتفقنا. زينب زينب. بابا. الحمد لله يا قلبي. بابا صار لك شيء؟ أنا هلأ حتى دريت، أنا سعيد كان رح يقتلك. طمن بابا طمن، ما صار لي شيء. شو يا لقيب، ما عم تحكي شيء. ليك يا أمينة، لأنك مرأة أنا ما رح أضربك، بس هذا ابنك حسابه رح يكون عسير لأنه عم يتعاون مع الإرهابيين، يعني لو كان صار للبنت شيء كنت هديت الضيعة فوق راسك، فهمتي؟ طول بالك حميد أغا، ما حدا صار له شيء. شو هالحكي هذا دكتور؟ زينب مو بنت الأغا؟ أه؟ مختار شبك شو صار لك؟ خليك محضر خير. سعيد غلط وغلطته كبيرة، بس لا تنسوا إنه هو ولد، أكيد الإرهابيين ضحكوا عليه. فرطونا هالقصة هي، الولد أخذ جزاته. بس لسه ما انشفى قلبي. يلي بيتعاملوا مع الإرهابيين مالهم مكان هون. يلا ضب أغراضك وانقبري من هون. يلا بنتي امشي على البيت. يا لطيف شو هالمصيبة هي؟ قلعوني من الضيعة، بدهم ياني اترك بيتي وارضي. طيب لوين بدي روح؟ معك حق، طولي بالك خالي، لا تبكي، نحن معك خالي، نحن معك. اطمني ديالا، خليها ترتاح فورا. حاضر امشي معي خالي. اخ يا ربي لوين بدي روح؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله الحمد لله على سلامتك يا بنتي. ولك هاي الهنزة هلا عم تدافع عن واحد حاول انه يقتلك؟ ابوكي معه حق، نحن لازم نعاقبه. بس الولد ما له ذنب بالشي اللي صار، الارهابيين هن ضحكوا عليه. يا جماعة استنوا بدي احكي معكم. لا عم هذا الغبي ما قدر يقتله للهنزة. حجي خدوا زينب على البيت. امشي يا حبيبتي، انتو كمان روحوا معهم. يلا تعي بنتي. يلا زينب. شو بدك شيخنا؟ اسمع منيح شو بدي اقول لك، هي امينه واحده مسكينه وما لها علاقه بالتنظيم، يعني شو عملت لحتى تقلعوها من هون؟ والله حرام. طيب كلامك على راسنا، بس يلي بيحاول يقتل بنتي ماله مكان بهالضيعه. شو يعني بدك يانا نمرق لهم اياها هيك؟ ايه نحن الاغوات بهالضيعه وكلامنا هو اللي بده يمشي. اذا هالمره ما بتاخذ ولادها وبتنقلع ما راح يصير خير. شيخنا هذا كل الحكي يلي عندي، امشي يلا. مزبوط الاغوات معهم حق. شو صار لك انت جنيت؟ لك مو حرام عليك المره ما لحدا برات الضيعه ليكون بدك اياها تروح على الجبل مشان تصير ارهابيه؟ شو هالحكي؟ معقوله انا هيك فكر؟ الله بيخلق ونحن بنبتلي. ولك اجداب انت شو جابك لهون؟ روح استناني بالخرابة الفوقانية. يلا يلا. قال الدكتور رد انقذها لزينب، مزبوط هالحكي؟ ليش هيك جاية متأخرة؟ راح عليك كتير شغلات. والله هالدكتور ما في منه. ايه وينه هلا؟ انا حابة اني احكي معه. عنده مريض، روحي ورجعي بعدين. معلش معلش انا مالي مستعجلة، بستناه هون. حنان مثل ما اتفقنا، ها روحي على البيت واطمني مشان ابنك. طيب مثل ما بدك، الله يبعث لك على هوانيتك. يلا امي. خير شو بكي حنان؟ مريضه شي؟ لا مالي مريضه، بصراحه انا حبيت اجي اطمن عليك. لا اطمني انا كتير منيح، انت كيفك؟ انا منيحه، قصدي انا صرت منيحه لما شفتك دكتور. طيب حنان هي طمنتي على الدكتور، خلص صار فيك تروحي. يلا بخاطرك. أنا وياه عم نحكي مع بعض، أنت ليش لتتدخلي؟ امشي لقلك، طلعي لبرا. عنا شغل، يلا خلصيني. لسه كل يوم بدك تنطينا، خلصنا بقى روحي على بيتك. أوف. يعني حست إنه الدكتور بلش يحبني؟ لعم شو إنك غيورة؟ مرحبا حنان، أبوك المحترم وينه؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ دور عليه. شو؟ ليش انتي مو بنته؟ كيف ما بتعرفي وين ابوكي؟
والله هي آخر سمعة. البنت ما بتعرف وين أبوها، شو هالعالم هي؟ العمى ما كان ناقص لي غير هالأجدب، تضرب شو مجنون.